السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة في نهاية رمضان بيبدأ الصراع بتاع زكاة الفطر، تخرج حبوب وطعام ولا تخرج نقد. والحقيقة أنا دايما كنت باخد قرار إن أنا أبعد عن القصة دي، يعني مفروضش قناعاتي اللي أنا سجلتها قبل كده في فيديوهين، فيديو في سنة 2017 وفيديو في سنة 2020 عن زكاة الفطر، وغطيت كل جوانبها تقريبا في دقائق معدودة، وقيمتها والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخرجها إزاي، وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم لم يخرجوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من كذا أو صاعا من كذا أو صاعا من كذا، يعني طعام دائما. لكن للأسف الشديد بتفاجئ بفجور وتعصب شديد من الفريق الثاني اللي هم بتوع خرج ال 30 جنيه عشان تغني الفقير، لدرجة التكفير والتبديع. يعني بقينا بنشوف منشورات شديدة العجب بتتهم من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مبتدع أو متجمد أو متشدد أو إرهابي. يعني سبحان الله، من يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا متشددين ومتحجرين وإرهابيين وغوغائيين وكل هذه الصفات القميئة. يعني نحن نسكت فلا يسكتون عنا. يعني الموضوع عامل زي، مش عامل، مش هقول أمثلة، هقول واقع. الحجاب، الحجاب فرض متفق عليه ولا خلاف عليه. السافرة أو صاحبة الحجاب المتهتك هي أصبحت من تسخر اليوم وتقلل من قيمة الحجاب وقيمة من ترتدي الحجاب بحجة أنه يعني تخلف وعادات جاهلية، والبعض قال لك لا ده يعني خلاص هذا ما اتفق عليه المجتمع، فالستات تمشي عارية كده لا مشكلة، فبقى الأمر مقلوب. يعني للأسف بعض الناس ممن يتكلمون في الدين تسهلوا في هذه الأمور، أمور الحجاب يعني، فاللي قالك طيب يعني رب إن الله غفور رحيم، بس صلي يا بنتي، بس مش عارف إيه، بس توبي، بس امشي سافرة طول النهار ورجع بالليل بإتوبي أو صلي لك ركعتين. فأصبح الثابت من الدين أو المعروف من الدين بالضرورة اللي هو الحجاب اللي هو فرض الله، أمر يسخر منه ويهاجم ليل ونهار في التلفزيون وفي الإعلام، والسافرة أصبح لها كل الحريات. سبحان الله. فنفس الأمر كلما فتحت ثغرة للتسهيل على الناس، يعني مش عايز اقول اللفظ البلدي السيء، لكن فسخوها وسخروا ممن يتمسك بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبقينا احنا المتخلفين والكفار والمجرمين واللي بنكفر. ولما نيجي نتكلم يقول لك انت مش ربنا، انت مش معاك مفاتيح الجنة والنار، والكلام السخيف الرخيص ده اللي بيصدوا بيه عن سبيل الله عشان الناس تبطل تتكلم في دين الله او ان يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. يعني نحن نقول الحق أبلج وواضح والباطل لجلج لجلج، فتلاقيك كل شوية جايلك بقصة وجايلك بتفسير وجايلك وبعدين يقولك أصلا كذا وأصلا كذا وانت ما بتفهمش وانت كذا وانت، ويقعد يصف فيك ويتهمك، لكن انت ثابت، انت تقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانا أرجو من الله أن أخذ ثواب الطاعة وثواب الاتباع. لكن أنت لا أخذت الطاعة كاملة ولا أخذت من ثواب الاتباع أي شيء، لأن غيرت. يعني من خرجوا بهذه الفتاوى ربما كان يعني بغرض التخفيف على بعض الناس ممن صعب عليهم إخراج زكاة الفطر من الطعام والحبوب، لكن النهاردة أنت إيه حجتك؟ أنت قاعد تطلع بحاجة مختلفة. لو جاء هؤلاء العلماء اليوم ورأوا ما ابتدعوا هؤلاء الناس لا تبرأوا من فتواهم. يعني واحد يقول لك المقصد هو إغناء الفقير، فبالتالي نديلهم نقد أحسن لأن بياخد الحبوب يبيعها والتاجر هو اللي بيكسب. طب سيدي لحمة عيد الأضحى برضه الفقراء بياخدوها يبيعوها وكده، يبقى نلغي هذه الشهيرة العظيمة، نقفل الأضحية في العيد الكبير وخلاص، ونقعد نلغي بقى. والناس بتعاني الحقيقة في الاستيقاظ لصلاة الفجر لأن الدنيا بتكون برد قوي، فيا اما ناخرها 5-6 ساعات يا اما نلغيها خالص. يعني ايه المشكله؟ ما هو كمان زكاه الفطر فرض، لكن الطعن في الدين اصبح لا حدود له للاسف الشديد. يقول لك ايه الاغناء الفقير اولى. اغناء الفقير ايه يا ابو اغناء؟ بال 30 جنيه بتوع دار الافتاء اللي هي بالمناسبه يعني تقييم فاسد، والهدف منه ان الناس تستسهل. يقول لك 30 جنيه انا هنزل لسه اشتري واعمل وجع دماغي، ابعت على الاس ام اس و يصل للفاسدين ما يصل. شركة المحمول لوحدها بتاخد 45%، فكل ما قل المبلغ كل ما كان المجموع من الناس أكثر عشان يشجعك.
لكن اللي يتنطع ويطلع يقول لك نغني الفقير بالمال 30 جنيه إيه اللي هتغني فقير؟ حتى لو 100 جنيه إيه؟ أنت يوم ما تتنطع قوي بتحسب على كيلو الرز أو كيلو الحمص مثلا هتطلع زكاة الفطر بتاعتك كام؟ يعني 100 جنيه؟ هي دي اللي هتغني فقير؟ طب ما طول الشهر ما أنت قاعد تديله مفروض يعني في صدقات ما تديله. وابتدعتم هذه المسألة اللي هي فيها يعني أمر حسن الصدقة، صدقات اللي هي شنط رمضان، وطول الشهر قاعد تدي شنط 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 شنط، وتيجي في اليوم الوحيد اللي جاءك أمر من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج طعاما تقول لا هنا بقى نغني الفقير. طب طول الشهر تعمل إيه؟ طب ما تخرج طول الشهر فلوس وتيجي في اليوم ده تطيع الله ورسوله يا أخي وتتبع السنة وتخرج طعام كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من زكاة الفطر هي إطعام الفقير، المشاركة في الطعام، نحن نحتفل بالطعام في عيد الفطر، الطعام حبوب وتمر وزبيب، وعيد الأضحى لحوم، يعني الطعام مرتبط بالاحتفال أو الاحتفال مرتبط بالطعام. أنت بقى عايز تغير مقصد هذه الزكاة، يبقى خرج يا سيدي صاع من تمر العجوة الكيلو بألف جنيه، وصاع التمر حوالي 2 كيلو، يعني كل فرد من أفراد عيلتك تخرج عنه 2000 جنيه. ساعتها بقى أقول لك آه تمام أنت كده كويس، وفعلا مقصد الإغناء متوفر ومتحقق. لما تاخد كده 10-15 ألف جنيه وتروح تدوم الفقير تمام، لكن تطلع ب 170 جنيه وتروح تقول لي بغني فقير. وطبعا من أكثر الحجج اللي بتتقال لما حد منهم بيتكلم بيقول لك أبو حنيفة قال، وأبو حنيفة قال أن تخرج نقدا. فتيجي تقرأ سيدنا أبو حنيفة النعمان كده كان بيقول إيه، يعني إيه دليله؟ الحقيقة ما تلاقيش حاجة واضحة يعني يفسر قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. طيب إيه بقى العلاقة؟ إيه يعني يعني حتى تعريف الصدقة غير تعريف الزكاة. الزكاة لها نصاب ولها وقت ولها شروط، الصدقة لا وقت لها ولا نصاب ولا شروط. فاسمها زكاة الفطر، اسمها زكاة الفطر. فده جزء مما يستند عليه الإمام أبو حنيفة. والدليل الثاني اللي بيعتمد عليه هو قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فكلمة أغنوهم أخذت أو فسرت بمعنى الإثراء، وده خطأ. أغنوهم عن الطواف مش أغنوهم بالمال، أغنوهم عن الطواف يعني وفروا عليهم حرج الطواف لطلب المساعدة أو الطعام أو المال. فدلائل سيدنا أبو حنيفة النعمان اللي هو جزمته على رأسنا لا ترقى لدليل واضح وقوي وثابت يخالف به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث عند أبو حنيفة أن سفيان الثوري وحسن البصري وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا قد أخرجوها نقدا، لكن هؤلاء ليسوا حجة على الإسلام. طبعا يطلع واحد يقول لك وهم بيفهموا الإسلام أحسن منك، يسيد على رأسي وجزمهم على رأسي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا تحت قدمه بما فيهم هؤلاء. عشان تستريح الكلام ده قلته قبل كده في الفيديو اللي عملته في سنة 2020، وأسيب لكم الفيديوين تحت في شرح الفيديو. فإحنا بنقاتل في إيه؟ ويبقى التجاوز وسوء الأدب والتكفير والاتهام بالابتداع من الفئة المترخصة اللي تستسهل، اللي هم نفسهم بيعترفوا ان الموضوع بقى ثقيل عليهم، فمش عايز ينزل يشتري ويعمل ويشيل ويحط، لا فعايز يرمي اي فلوس وخلاص يبعت بالكريدت كارد. لدرجه ان انا رديت على واحد قلت له يا اخي طيب يعني يبقى كده المفروض نطلع فتوى ان احنا نخرج زكاه الفطر ندلع الفقير بقى، نطلعها شيبسي وشيتوس وسوشي. السوشي بقى يعني قيمته بسم الله ما شاء الله بالحد، فاللي هيطلع صاع من سوشي هتخش لك في 5-6000 جنيه. خليه لا يعني ماشي ندخل السوشي كمان عشان ما تزعلوش. والحجج لم تنتهي، كل يوم كل واحد منهم بيطلع بهواه. النهارده قريت واحد كاتب نقول لهم ابو حنيفه قال، يقولوا لنا الرسول قال. احنا فعلا بنعمل كده، اقول لك يا اخي الرسول قال كذا فتقول لي ابو حنيفه، فهو بقى بيعكسها لك بيردها لي يعني. نقول لهم ابو حنيفه قال فيقول لنا الرسول قال، هو انت هتفهم فقه الرسول كما فهمه أبو حنيفة يا أخي على التدليس؟ وإحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في تفاصيل الطهارة ولا الحيض ولا أمور فيها تفاصيل، أو الميراث مثلا حاجة فيها تفاصيل. إحنا بنتكلم على أمر في غاية البساطة مش محتاج تفسير،
طفل عنده 5 سنين يفسرها لك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها صاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا وانتهى الأمر، لم يخرجها غير ذلك. إيه التفسير؟ إيه يعني أنت محتاج إيه بالضبط؟ وأقيموا الصلاة خلاص. إيه يطلع واحد يقول لك لا أنا عبقري وفهمها فهم مختلف، أقيموا الصلاة دي يعني لف حوالين نفسك 5 مرات كل يوم، إيه ده؟ مش محتاج تفسير. فإحنا ردت في صدورنا يعني اللي هو انت بتقول لنا مين ابو حنيفه قدام رسول الله، فمين انت بقى قدام ابو حنيفة؟ يا عم انا مش حد. لكن التدليس على دين الله اصبح مهنه من لا مهنه له. كل واحد دلوقتي يقعد يطلع لك بفكره، طب انا فاهم يعني، لدرجه ان انا بقيت بتشكك ان في ناس من دول مأجورين ويبذل الجهد والوقت ويقعد يحلل ويفسر ويعمل ويفرض على الناس. يا اخي في حاجه اسمها رخصه، الرخصة دي في أوقات محددة وبشروط محددة وضيقة. هنفترض أن بعض العلماء أجازوا بعض الرخص غير الرخص اللي رخص بها الله في قرآن الكريم أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته أو قولا أو فعلا، فجاء مجتهد وعمل رخصة. مش خلاص بقى، مش هنعمل زي الروافض. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي رخصة في صلاة الخوف فيصلي 3 مرات في اليوم، هم 3 مرات خلاص، هي كده وخلاص، انا خدت الرخصه بقى خلاص. ايه اتقي الله في ديننا ولا نستسهل ونسترخص. زكاه الفطر تعطى حبوب او تمر او زبيب او يا سيدي مجففات اللي هي الراسيه بقى، مش عايز تخرج خرج، مفيش مشكله، من حق الفقير برضه انه يستمتع بالحاجات دي، مش لازم تخرجها كلها بنفس القدر، اديله شويه قد كده طالما انت عايز تبحبح وتصرف. وجنب الحاجات دي يا سيدي، ان اذا كان مقدار الزكاه 70 جنيه خليهم يا سيدي 150 وطلع 80 صدقه ادهمه في ايده خلاص وانتهى الامر، دون ان تفسد دين الله، دون ان تتنطع وتتهم من يلتزم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه مبتدع او كافر او متخلف او متجمد. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لا تنسونا من الدعاء، ولا تنسوا الفقير من الطعام والصدقة في هذه الأيام الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.